تكون الموضة اللي مطعمنا أكله خفيف. ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف. مرسيكا وسنون الموضة اللي مطعمنا أكله خفيف. ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا، ونتمنى تقضوا وقت حلو وتتبسطوا معانا النهارده في اربعه شارع شريف. انا النهارده صينيه اميره فيها اكل حلو قوي يا اولاد. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا استاذه؟ ازيك يا شريف؟ عامله ايه؟ الحمد لله. صينيتك فيها ايه النهارده؟ صينيتي فيها كفته بالبشاميل، مقدمين معاها رز ابيض، وعاملين جلاش بالسوتيه، محشي خضار سوتيه، وعاملين بسبوسه مقليه. قليتي البسبوسه؟ قليتي البسبوسه. شفت بقى، ما سيبناش حاجه ما عملناهاش. منوره. ميرسي. بعد ما نخلص الاكل الحلو ده، عندنا مثقفه الشارع هتحكي لنا النهارده عن كتاب تكون قريته، ونشوف اهم الحاجات الموجوده في الكتاب. فتحيه كبيره قوي لايناس ثروت. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. سنة حلوة عليكي، كلها رزق وصحة وخير ومحبة. أمين. وكل حاجة حلوة في الدنيا تستاهلي كل الخير. تعيش حبيبي. شكرا. ميرسي. هنتكلم على ايه النهاردة؟ النهاردة هنتكلم عن مجموعة قصصية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، اسمها أيوة. النساء لهن أسنان بيضاء. هنعرف بقى. مع ان ايام ما كانش في الفينيرز والحاجات بس كانوا فله فله بالظبط. طيب نختم بقى النهارده مع برنس الشارع استاذنا استاذ ايهاب وكيم. اهلا وسهلا. منور. ازيك شريف؟ اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. وحشتنا. وانت كمان. اخر مره كنت انت المذيع. انا لسه هنعملها تاني ولا ايه النهارده؟ لا خلاص بقى. انا النهارده اذيع بقى الحلقه. عدت على خير الحمد لله. الحمد لله. هنتكلم على ايه النهارده؟ النهارده هنتكلم على فكره اللعب اللي سواء كنا اطفال او كبار، ازاي بنحتاجه وازاي نقدر نعرف قيمته. احلى حاجه في الدنيا. بالظبط. منور. النهارده ما عنديش ضيوف، كلهم سكان شارع، وعندي احلى مزيكا واحلى طرب مع مزازيكي وحسام حسني. اهلا يا استاذ. يا مساء الجمال. اي مساء النور والهنا على الموجودين هنا. الحمد لله. حبايبي هنغني حاجه للكينج. يلا الرمان بقى. رمان كان منور
في العالمين هو واستاذنا استاذ حميد الشاعري، ببعت لهم هما الاثنين الف سلامه وتحيه، وكان نفسي جدا احضر الحفله دي بس كان عندي شغل، وربنا يديكم الصحه ودايما تبسطونا. ومره ثانيه بحيي كل القائمين على مهرجان العالم عالمين على الشغل الحلو قوي الراقي جدا اللي معمول، يعني اول دوره للمهرجان ده ونجح نجاح يعني غير عادي، كل حاجه فيه حلوه، ان شاء الله دايما نشوف حاجات كده حلوه في مصر ام الدنيا. يلا نسمع الرومان، يلا بينا الرومان، وبعديها فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم في المطبخ عندنا مع اميره، خليكم معانا ساعه مزيكا. تجري يا رمك ما تتحركش ولا تجري ولا تصدقش يا رمك ولا تيجي على حجري لا تشرب قسوة الحرمان ما تتحركش ولا تجري ولا تصدقش يا رمك ولا تيجي على حجري لا تشرب قسوة الحرمان عرفتني منفعة علمت قلبي الأدب سنتين ثلاثة أربعة عشت الزمن وخلاص أهبل من حب مين ادعى اوعى بلاش تجري يا رمك ولا تيجي على حجري يا رمك اوعى بلاش تجري يا رمك ولا تيجي على حجري يا رمك. برافو. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، صينية أميرة النهاردة شهية جدا وفيها حاجات مختلفة جدا وبرحب بيها. أهلا أهلا وسهلا. مين الستات دي؟ دول صحابي جايباهم كلهم معايا يعني. اعملي كده، في ناس واقفه بالمشقلب، في ناس واقفه بالعرض وبالطول و... لا بس حلوه بتاعت مستلفاها من اختي، عجبتني قلت لها هاخدها اصبر بيها. واديتيها فلوس ايجار؟ اختي الصغيره. ماشي. يعني ما تقدرش تقول حاجه، بس هي حلوه بصراحه. عجبتني الوانها مبهجه كده روشه. النهارده الصينيه فيها ايه؟ فيها حلو وحادق؟ فيها حلو وحادق. ما هذا؟ دي كفته بالبشاميل. اوه جديده، حلوه وصيفي كده خفيفه، ومعاها رز طبعا. اوكي، وده جلاش بالسوتيه. جلاش شكل بونبون كده، جواه خضار سوتيه كده وشكل بونبون، ودي كرات بسبوسه مقليه. كرات بسبوسه مقليه، يعني عجينه البسبوسه بس هنقليها بقى ونعملها. تخنينا يا اختي تخنينا. يلا بقى. هبتدي بايه؟ هبتدي بالكفته. مقادير، اول حاجه عندي نص كيلو لحمه مفرومه، مفروم احمر، بصله كبيره مفرومه ناعم، معلقه صغيره زعتر، معلقه صغيره صوص بني بودره اللي هو بودره الديميجلاس، حبايتين بطاطس وزيت. للبشاميل فصين ثوم مفروم، 3 معالق كبار زبده، معلقتين كبار دقيق، و3 كوبايات لبن، ونص كوبايه لبن رايب، معلقه كبيره صلصه طماطم، مكعب مرقه، وملح وفلفل. اللبن الرايب في ايه؟ في البشاميل. اشمعنى؟ في اللبن رايب ولبن عادي، بيديها كده طعم شبه ال انت عامله البشاميل بلبن رايب؟ طعم شبه جديدة. عايزة افتكر الوصفة اسمها ايه؟ بس جديدة. بس بتدي مزازة كده حلوة قوي في الصوص بتاع الكفتة. طب يلا احنا جاهزين. أول حاجة هنفرم الكفتة، أجيب بس سكينة أقطع البصلة. عايزة ايه؟ هنفرمها في الكبة. لا هسيبها كده اتس اوكي. هنحط اللحمة. ثانية واحدة عشان هحط حاجة غبية. اوكي. وادي هنفرم كله مع بعضه. طب يلا حطيهم بقى مع بعض لغاية ما هنشيل. نحط اللحمة. طبعا المقدار اللي انتوا عايزينه، هتعملوا كيلو هتعملوا نص، بس هي الوصفه ممكن يبقى بواقي الخضار،
حاجه تانية؟ لا هو بصل ولحمه وبودره الدمجلاس دي جديده وبتدي طعم حلو وبتدي قوام للصوص كمان في الاخر، وزعتر وشويه ملح وفلفل. وملح وفلفل. يلا واحنا شغالين كده هنقدر عشان يلا. مش عايزه اكوتي حاجه اغوط من دي شويه؟ لا اللبن مش كتير. طب ماشي يلا هحط بس شويه زيت عشان الزبده ما تتحرقش. هنا الزيت وادي الزبده والزبده. الصوص البشاميل هنا مش تقيل قوي لان احنا عايزين لسه الكفته تستوي فيه فبيبقى خفيف شويه. حطيت الزبده والزيت. بصي يا اميره ما دام لمت في ناحيه واحده كده يبقى خلاص كده تمام. اوكي عايزه اقول لكم نصيحه على الكفته، اي نوع كفته كل ما هيتضرب كويس قوي حتى لو اللحمه مفرومه مثلا انتوا هتطلبوا من الجزار ان هو يفرمها لكم فرمتين او ثلاثه، ده اي نوع كفته كل ما هتتضرب كويس مع بقيه المكونات كل ما هتلاقوها متماسكه ومش هتفك منكم خالص، لان دي عقده ناس كتير الكفته دايما بتفك فمش هتفك ابدا لو اتضربت كويس. حطيت كده الدقيق استوى شويه مع الزبده والزيت، حط بقى اللبن الرايب. لا اللبن عادي واللبن الرايب، حط الاثنين دلوقتي. الاثنين على بعض؟ اللبن الرايب بيديها مزازه حلوه قوي، جربوها في البشاميل هيعجبكم جدا. وحط كده توم، توم ني. اميره عايزه اقول لكم اكلها طعمه حلو. بتعرف تظبط الشهاده اعتز بيها. مكعب المرقه نحطه زي ما هو. بقى لي كل السنين ما بتقوليش شهاده اعتز بيها. كل مره هقول لك نفس الكلمه، هقول لك شهاده اعتز بيها برضه. ده ايه خلاص الحاجات دي؟ حط بقى كمان دلوقتي لبن الرايب اهو. ده لبن عادي؟ ده لبن، لا اللبن العادي اللي حطيناه الاول. ده اللبن الرايب. اوكي. ممكن نعيز نجيب شويه ميه عشان تقل، وانا عايزاه يبقى خفيف عشان لسه الكفته هتستوي فيه. وهحط الصلصه. شوفي حط ميه قد ايه. بس. اهو. خلي بالكوا لسه هيتقل. هتستوي جواه؟ لا هتتشوح. هنشوحها وبعد كده هننزلها جوه الصوص. خلوا بالكم لسه هيتقل تاني عشان احنا هنحط بطاطس، بس البطاطس هشوحها مع الكفته. نعوز شويه ميه تاني عشان برده تقيل. تقيل ها؟ احنا حطينا ايه؟ حطينا في التتبيله بتاعه البشاميل حطينا صلصه وحطينا مكعب مرق ولبن رايب ولبن عادي. كان في شويه زعتر شلتهم. لا جديده قوي الاكله دي. بصوا طعمها حلو جدا مع الرز الابيض كمان بتبقى خطيره. لو مش عايزين تحطوا معاها بطاطس هاكلوا جنبها بطاطس محمره بتبقى حلوه قوي برضو. انا هكور الكفته. لا كده كويس بس ابعدوا عن النار بقى عشان كل ما يقعد على النار كل ما هيتقل. كان في شويه زعتر نحطهم عليك هيدي طعم حلو قوي كمان. والله فكرت اعمل كده وبعدين قلت لي ايه العك ده؟ لا انا بحط عندي في البيت زعتر بس انا حتى في الكفته فده هيتزود الطعم. زعتر؟ بصوا بقى الكفته قوامها عامل ازاي، ما دام اتضربت كويس هتبقى ماسكه مش هتفك منكم ولا اي حاجه ما تقلقوش. وانا قلت لكم على حيله قبل كده في الكفته لما بتفك يا اما بنحطها في الثلاجه بعدها يا اما بنستخدم اللحمه تكون فيها سنه كده سقوعيه او تجميد شويه من ما تكونش لسه فكه قوي يعني من بعضها، ساعتها مش هتفك منكم خالص. احط لك زيت بقى كده. احط زيت. يا ربي. زيت. ده. هنشوح بس الكفته. هنشوح الكفته بس. نخش الفرن كده. هنخلصها ونحطها بقى في الصينيه وندخلها الفرن. حلوه الاكله دي عجباني. هتعجبك قوي كمان لما تدوقها. وفي فكره كمان، البطاطس ممكن تبقى محمره حتى لو عندكم مثلا شويه بطاطس محمره باقيه عندكم حطوها وهي محمره عادي في الصوص مع الكفته هتلاقوها طعمها حلو قوي، هتشرب من طعم الصوص. ممكن تشيل البطاطس خالص يعني دي كلها اختيارات بتاعتنا احنا بقى. اوكي. انت البطاطس هتحطها فين؟ البطاطس هشوحها مع الكفته بس والله؟ الكفته بس تتشمع كده واروح منزلها عليها على طول. حلوه قوي.
طب كده اول حاجه عملنا لكم الكفته بالبشاميل. ها كفايه كده تكوير ومن لا حطي تكوري كوري كوري ايه يا اختي يلا كوري كوري بس عايز اوطي النار في سنه عشان ما تتلساش. اهو حلوه الاكله دي يا ولاد جربوها وتنفع اكله عزومات لانها كمان اميره غرفها بطريقه فخمه كفايه بطريقه فخمه في عزومه او كده هتبقى حلوه للي بيعملوا عزومات. هنشوحها تشويحه وهنروح من الزيت. انا عايزه اوطي النار. النار كانت عاليه قوي. عايزه اوطيها شويه. اوطيها. انا اسف. البلوزه اللي انا سلفاها هتبوظ. تعالي نحط دي. حطها. وهنسيبها ونجري ونروح نعمل الوصفه الثانيه على بال ايه؟ يلا مقادير الاكله الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي الجلاش بالسوتيه. الجلاش بالسوتيه اللي هو الخضار السوتيه. اطلع بس الطاسه بتاعتها على النار كمان. يلا اول حاجه عندي لفه جلاش. مش عايز الطاسه ايه اني واحده اللي هي تحت دي لفه جلاش بصله وسط مفرومه حبايتين كوسه حبايتين جزر كوبايه بطاطس نص معلقه صغيره روزماري زيت وزبده وملح وفلفل. الاكله دي برضو تنفع ببواقي السوتيه يعني السوتيه اوقات بنعمله وبيتبقى مننا شويه تنفع جدا برضو هي اصلا بالسوتيه. قبل ما تشتغلي ادخل ده الفرن؟ ده هنحطه في البشاميل يغلي غلو وبعد كده ادخله الفرن. ممكن يغلي كله مع بعض. تحطي البشاميل في الفرن؟ طب تخيل تخيل الطعم نزله هنا كده. بص اهو بميته بكله. ها بالزيت بالصوص اللي نزل من اللحمه بكله. بس انا كنت النار النار كانت عاليه فلزقت فانتوا بقى في البيت على مهلكوا كده هتلاقوها طالعه مظبوطه جدا بس من غير المضرب عشان هيفكها من بعض اكتر. ممكن بالمعلقه الخشبيه غلوه وننزلها بقى في الصينيه وندخلها الفرن تقعد في الفرن مثلا ربع ساعه ولو هتلاقوها خدت وش جراتان لوحدها لان هي فيها زبده كتير البشاميل فيه زبده كتير. اوكي بصوا اول حاجه بقى دلوقتي انا هفك بس روزماري كده والروزماري الطازه بيبقى طعمه احلى كتير من الناشف. هنعمل ايه؟ هجيب شويه زيت مش كتير هحط كمان زبده زيت وزبده وهحط البصل ممكن ازود كمان شويه طبعا زيت. هنا البشاميل كتير على الكفته عشان احنا ما عملناهاش كلها ومقدار البشاميل ده ياخد كيلو لحمه هيزيد قوي هتلاقوها عملت كميه محترمه يعني. بصوا البصل هنا انا مش عايزاه ياخد لون انا بس عايزاه يدبل شويه ويدي طعم للخضار عشان ما يبقاش بقى كده كانه مسلوق. حطيت الجزر اول حاجه لان هو اكتر حاجه بتاخد وقت وبعد كده البطاطس ممكن نحط بروكلي ممكن نحط قرنبيط اللي يعجبكم خالص ممكن نحط ذره صفراء ممكن نحط فاصوليا حمراء مسلوقه طبعا. هنسيبهم كده يتشوحوا شويه احط عليهم الروزماري وبعديها الكوسه استنى بس عليها دقيقتين هوري انا الناس اللف بتاعها انا جايبه جاهز لان ما ينفعش نحشيها وهي سخنه بس نستنى عليها دقيقه وبعد كده ايه نحط الكوسه هنا ده اهو غلي غلو هنحطه بقى في صينيه بالظبط ممكن احطه في طاجن كمان هجيب لك طاجن لو في طاجن هيكفي اوكي احلى طبعا الطاجن بيدي طعم رهيب للاكل الفخار خلاص انا هسيب دي تتشوح شويه بعد كده هنحط عليها الكوسه لان الكوسه ما بتاخدش وقت خالص لحد ما تبقى زي دي وما ينفعش نحشي الجلاش والحشوه سخنه هتلاقوا الجلاش طري وهيتقطع معاكم لازم تكون برد ايوه مشهد جميل قوي خش بنغطيه لا مش هنغطيه احنا عايزينه ياخد وش عايزينه ياخد وش يحمر شويه فهو لوحده هتلاقوه خد وش من حراره الفرن هستأذنك تجيب لي معاك معلقه صغننه بصوا بقى الجلاش هنقطعه بالشكل ده انا هعمله لكم بالشكل اللي انا مقدماه ده شكل البونبونيه الكبيره والبونبونيه الصغيره هوريكم الاثنين بيتعملوا ازاي خلاص كده مش عايزه ده خلاص هحط بس عليه الكوسه دلوقتي في الوقت ده وهسيبه كمان دقيقتين ويستحسن نوطي النار عليه ونغطيه ما نحطش عليه ميه ولا اي حاجه هو الخضار مليان سوائل ومليان ميه
ومجرد ما هنغطيه ونوطي عليها هتلاقوه استوى ودبل لوحده. هعمل ايه بقى؟ اهو احط كده. طبعا احنا مقطعينه التقطيعه دي عشان نعرف نلف الجلاش، السوتيه العادي ما بيتعملش بالشكل ده. ولو باقي عندكم سوتيه وانتوا عايزين تعملوا بيه افرموه، يعني وهو مستوي كده قطعوه شويه. هلف كده، هلف، انا حطيت الحشوه في النص بس، بصوا الطرفين فاضيين كده، وهاجي على الطرف كده من غير ما ندهنها اي حاجه، وهتك عليها كده هتروح عامله شكل الايه؟ البونبون ده. وهجيب الصينيه عايزه فرشه ممكن؟ فرشه ايه؟ اسراء. يا اسراء انا رايي تدفعيها تمن البتاعة دي عشان بقت كلها ريحتها طبيخ. لا انا هغسلها لا بوديها يعني اكيد اكيد اكيد. كنت عند ماما ونزلت خرجت بيها وقلت لها بصي انا هاخدها معايا بقى المره دي. وقعد يقول لي على شكلها حلو، قلت لها شكلها عليا احلى من عليك. قالت لي انا عايزه ايه؟ قلت لها ولا حاجه، هاخدها اللي في ايدي. سكان الشارع مش معقدين، سالفه بلوزه بتقول لا عادي مش مشكله يعني. في ناس ثانيه تقول لك ايه ده؟ ازاي تقولوا كده؟ عيب. عيب ايه؟ لا هو الاخوات دول عمرهم بيستفوا من بعض، ايه العيب اللي فيها؟ بصوا دي الكبيره، اوريكم بقى الصغيره. هجيب سكينه. بمناسبه الاسبوع اللي فات لما كنت لابس التيشيرت ب 350 جنيه ودخلت وقلت انا رحت مكان بيبيع براند معين، هو براند اجنبي اسباني فبيبيع الحاجات شبه جمله يعني فبالكيلو. واحد دخل قال لي الكلام كده بايخ، فانا رحت عامل ايه للصفحه اللي انا بشتري منها اللبس ده منشن، فدخلوا ايه قالوا له احنا فعلا بنبيع كده. فاللي عايز بقى يروح يشوف الحاجات دي يخش على الصفحه، يخشوا على صفحتي شريف مذكور هتلاقوني عامل منشن للصفحه دي عشان اللبس فيها ارخص بكتير قوي قوي قوي. في اماكن كثيره دلوقتي بتعمل الموضوع ده على فكره، وعندهم حاجات حلوه جدا وسعرها حلو جدا. في ناس ثانيه دخلوا قال لك ده لبس مستعمل وايه بقى كل واحد. يعني انا عايز اسال سؤال، لما اشوف حاجه تنفع الناس وتساعدهم ما اقولهاش؟ اه ليه ما نقولش؟ يعني لو مثلا رحت في مكان فيه حاجات رخيصه اخبي ما اقولش؟ ولا ايه؟ مش فاهم. زي برضو الفندق ولا الاوتيل اللي قعدت فيه في اسكندريه وقلت الناس قعدوا برضو عملوا قصه ومشكله، يعني في ايه؟ يا الله عقد بعيد عنك. عقد 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 اوفر. بصوا انا عشان اعمل الصغيره قسمت الورقه الكبيره نصين، وبرضو بنعمل نفس الحركه وبتك عليها كده من الجنب، هي بتلاقوها ايه؟ لمت لوحدها. خلاص كده؟ اه دهنها بقى زيت من غير لبن ومن غير بيض من غير اي حاجه، الخضار هيطريها. زيت او زبده بصراحه، بس هي عايزه تسيح الزبده. بتخش قد ايه بقى في الفرن؟ هتخش لحد ما تحمر على حسب درجه حراره الفرن بتاعنا بقى. بس نخلي عيننا عليها عشان الجلاش معروف ان هو ما بياخدش وقت. نولع عليه من تحت ومن فوق، لو الفرن بيولع من تحت ومن فوق، لو من تحت بس هنولع عليه من تحت مثلا خمس دقايق على حسب برضو حراره الفرن بتاعتكم، وبعد كده من فوق بس. وهتلاقوه طري لوحده عشان الخضار فيه ميه كتير. اوكي احكي بقى الناس عملت ايه لغايه دلوقتي. عملنا النهارده وصفه مختلفه ولذيذه كده وصيفي، كفته بالبشاميل وحطينا فيها بطاطس، وعملنا كمان جلاش بالسوتيه. الله عليك. نسمع اغنيه بقى نتسلطن بصوت عندليب الشارع حسام حسني هيغني اغنيه لكوكب الشرق ست ام كلثوم، بعديها نرجع مع اميره نعمل كرات البسبوسه المقليه. يلا بينا مزيكا يا اولاد.
صبر مستسري. عيني يا عيني يا صنف حلويات اول مره في حياتي اسمع حاجه كده. كنافه مقليه. لا بسبوسه مقليه. يا اختي جت على كده. اوكي انا هعملها لك. اه انت هتقولي لي ما بنغلبش. انتوا ما بتهزروش. ما بنغلبش. هي دي؟ هي دي. وعليها جوز هند؟ اه. شربات جوز هند. انا في الاول افتكرتها لقمه القاضي. هي شبهها. اه. بصي بتقضي نفس الغرض اللي هو كاف سريع كده عشان ما تقعدش تقعد تاكل بقى وبتاع. طب قول لنا المقادير يا ستي. يلا اول حاجه عندي كوبايتين دقيق سميد، كوبايه دقيق ابيض، نص كوبايه عسل ابيض، 3 معالق كبار زبادي، ميه على حسب ما هنحتاج، ممكن ما يحتاجش خالص، ربع معلقه صغيره فانيليا، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، وللقلي زيت غزير. للشربات التقيل بقى، هي شرباتها تقيل وبيكون سخن، كوبايتين سكر وكوبايه ميه وعصره نص ليمون. وللتقديم جوز هند زي ما انتم شايفين كده. اوكي. بص بقى يا سيدي، هي بسبوسه عاديه بس هتبقى قوامها تقيل شويه عشان نعرف نتحكم فيها ونشكلها. البسبوسه العاديه ما بنحطش فيها دقيق، ده بقى الاختلاف المره دي، احنا حطينا دقيق السميد، ودقيق سميد مش كيس دقيق بسبوسه، كيس الدقيق البسبوسه بيبقى سكر. فيه سكر فهتلاقيها اتحرقت منكم، بيبقى فيها سكر وجوز هند. حطيت الدقيق والدقيق، هحط عايزه بس معلقه اقلب الاول، وهحط كمان هنا البيكنج باودر عشان ما تبقاش مكتومه عشان هي هتتقلي. هنقلب دول كده، وبعد كده هروح حط الزبادي. الميه ملهاش مقدار عشان ممكن نحتاجها وممكن ما نحتاجهاش وممكن نحتاج حاجه بسيطه، فعلى حسب ما انتوا بقى ايه. ده عسل ابيض. اوكي. وهحط كمان الفانيليا. لا ده للتقديم، هو الشربات. اوكي. ميه؟ الميه بقى هنحط هنقلب ونشوف هحتاج قد ايه. اجيب لك سلك مضرب؟ لا انا هعجن بايدي دلوقتي. اه؟ اوه لا لا. نحط كده شويه. معلقتين، هنحط بالمعلقه مش بالكوبايه، المقدار هنا بالمعلقه مش بالكوبايه عشان قلنا ايه على حسب ما هتاخد العجينه مننا. وخلوا بالكم دقيق السميد بيشرب سوائل كتير، يعني لو عملتوها وسبتوها شويه مثلا ولهيتوا عنها هتلاقوها تقلت تاني ونشفت، فدقيق السميد بيمتص اي سوائل، وكل ما يقعد كل ما هتلاقوه شرب اي سوائل، حتى لو مثلا لقيتوها العجينه خفيفه معاكم قوي سيبوها شويه هتلاقوها مسكت نفسها. دي خلاص هبدا اعجن كده. حطينا ايه؟ حطيت دقيق سميد وحطيت دقيق ابيض عادي وحطيت زبادي وحطيت عسل ابيض وحطيت فانيليا ورشه بيكنج باودر عشان ما تبقاش مكتومه مننا من جوه، وحطيت معلقتين ميه وابدا اعجن كده. هنزود معلقه معلقه. هتبقى عجينه ناشفه ولا طريه؟ لا طريه بس مش سايله، يعني طريه بس مش 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 بتدلق يعني. نايس. اهو
طب دي بتتقلي في زيت بيقدح ولا مش بيقدح قوي؟ زيت اللي هو بين السخن يعني وسط يعتبر. هعمله لك وسط عشان تستوي من جوه، ومش عايزين نعملها كبيره عشان برضو ما تلاقوهاش نيه من جوه. الحجم اللي انا عاملاه ده مناسب جدا زي لقمه القاضي. اه انا افتكرتها لقمه القاضي في الاول. هو جوزي امبارح ما دخل على ماما بيقول لي ده انت عامله لقمه القاضي؟ قلت له لا زلابيا. قلت له ده اختراعي. لوكوماديس دي اختراعك؟ اه هي عجينه البسبوسه، بس الفكره بس في طريقه التسويه هي المختلفه. صحتك اللي انت بتعملي بيها الكاترينج اسمها ايه؟ اسمها صينيه اميره. انت اقترحت عليا الاسم ده وانا على إيه؟ عملت يكتبوا صينيه اميره على الفيسبوك. اه هتلاقوه. اكتبوا صينيه اميره. وعلى الانستجرام اميره حسن 515 تاريخ ميلادي 15/5 515 تحس انه رقم عربيه اسعاف. او مطار حاجه كده طوارئ وخلاص. يلا يلا مش مشكله مقبوله. وعلى الواتساب هتلاقوا بقى الرقم بتاع ال 515 يلا. اهو الزيت بصوا في فقاقيع كده بتطلع كده، يبقى سخن ولا سخن ولا حاجه. لا سخن اهو اهي. انت عايزاه اسخن؟ مش انت مش قلت عايز اسخن من كده؟ انت مش قلت مش عايزاه بيقدح كده؟ فاتر. لا فاتر ايه؟ فاتر والله. انا ممكن احط لك صباعي. اوعي. لا بقول لك ايه عشان تروحي لعيالك. ده فاتر المفروض يكون اسخن من كده شويه. بتبقى اهي. لا لا عشان بس الناس يعملوها صح. طب ماشي. يبقى اسخن من كده حاجه بسيطه. هستنى بس ثانيتين وهوريه لكم. اعملي العجينه كده الاول. العجينه بصوا عامله ازاي. هي اتقل من عجينه البسبوسه العاديه اللي احنا بنعملها في الفرن. اتقل شويه. اهو بنكورها كده خالص عادي خالص. اهي. خدتها في النص يا بنتي. ما عشان ما تلسعش. هي بنحطها هنا كده وندقلجها. ده لازمة الوك بقى. بص بتحطها على السور بتاع الوك وتروح ايه هي متدقلجة لوحدها. احمرت اصلا. هي بتقولي الزيت فاتر. ما هي الفكرة ان هي هتشرب زيت لو الزيت نزل بدرجة الحرارة دي. لا اول ما يبدأ يوصل اللي انا عايزاه. هي اميرها كويس اهو. حسستيني انا ضايع ليه؟ لا وبعد كده ايه اللي هيحصل بقى؟ اول ما تحمر هنقعد بقى نقلب فيها باستمرار. مش هنسيبها تحمر من ناحية وناحية لا. طول ما هي ما في الزيت هنفضل نقلب فيها كده زي الزلابيا. وهي سخنة نحطها في العسل؟ وهي سخنة نحطها في العسل، والعسل برضو يكون سخن زي البسبوسة. عادي خالص. وامتى نحط جوز الهند؟ ونروح نسيبها مثلا في العسل 5-6 دقايق عشان تشرب وتطرى من جوه. وبعد كده هتروح مطلعينها من العسل وتقلبوها في جوز الهند وتكحرطوها كده. كحرطوها. شكرا أميرة. احكي بقى للناس عملتي ايه؟ عملنا ايه في البسبوسة من أول خالص؟ لا من الاول خالص. السفره فيها ايه النهارده؟ عملنا كفته بالبشاميل وحلوه، جربوها هتعجبكم جدا. وعملنا كمان جلاش بالخضار السوتيه، وعملنا دلوقتي كرات البسبوسه المقليه. الله الله. هنسمعك اغنيه. انا موافق. هنسمع اغنيه وبعديها ناخد فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم مع ايناس ثروت. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا مزيكا. لا يا القيصرانة للهوى ميلوكي، لا لا وين ميلوكي مالت الروح معاكي. لا لا يا القيصرانة للهوى ميلوكي، لا لا وين ميلوكي مالت الروح معاكي. لا سيدي نساني يحسب اني نسيت، لا لا والله ما انسى سيدي لو نساني. لا لا سيدي نساني يحسب اني نسيت، لا لا والله ما انسى سيدي لو نساني. لا لا يا الخيصرانة للهوى ميلوكي، لا لا وين ميلوكي مالت الروح معاكي. يلا أربعة شارع شريف.
أربعة شارع شريف. معانا النهارده كتاب ذو قيمه وضيف مش ضيفه واحده من سكان الشارع ذو قيمه برضو. الناس صارت مشرفانا منورانا، اهلا بيكي. اهلا اهلا. الكتاب اسمه ايه؟ قول. النساء لهن اسنان بيضاء. انت عارفه ليه بخليكي دايما تقري الحاجات دي؟ ما اقولش انا اسامي الكتب عشان اللغه العربيه بتاعتي مضمحله. لا خالص بالعكس زي الفل اهي. اوكي. ده طبعا لاستاذنا استاذ الكبير الراحل احسان عبد القدوس. احسان عبد القدوس اللي امتعنا في الحقيقه. ده حقيقي بأحلى شغل جدا جدا، وروايات عظيمة وأفلام حلوة. المميز جدا في رواياته بالذات المجموعة القصصية دي أنه بيبين فيها القيم والأخلاق اللي احنا دايما بنحاول نجددها ونطورها في معاملاتنا الإنسانية كل العصور، يعني من زمان جدا. اخترت هي ست قصص، أنا اخترت قصة منهم اسمها القط أساسه أسد. هقرا لك اسمها بالظبط، اعتقد اسمها كده يعني. أوكي. القط القط اصله اسد. وليه بقى اخترنا القصه دي؟ اخترنا القصه دي لان هو بيتكلم عن ثلاث ابطال ليها، نواره البطله ونجيب الزوج وصفيه بنت خالتها. الاسامي حلوه جدا جدا، وعلى فكره طالعين نواره برضه. بدات اسمعها الفتره دي. اللي حصل انه نجيب شاب متزن جدا، متزمت جدا، وتزمته ده مدي هيبه ورهبه ليه في العيله بتاعته. كان قاصد ان هو يكون ملتزم عن كل شباب الموجودين في الجامعه معاه او في الشارع بتاعه، ولا غلطه خالص يعني، ولا سجاره ولا يعاكس واحده ولا حتى بالعين، يعني شاب متزمت مثالي. مثالي ومتزمت، وانا قصدي الكلمه دي حتى هو كمان كتبها في الروايه. الى ان جت جاره جديده وزوجها والولاد، وشاف نواره واعجب بيها جدا، ومن نظره راح تقدم لها على طول. طبعا ما لقوش احسن منه، شاب جامعي وموظف ومتزن واخلاقه يعني حاجه ولا احسن من كده. وافقوا على زواج نواره من نجيب، وخدها من القاهرة وسافروا طنطا عشان يشتغل هناك ويستقر في شغله. شكله طلع عينها ومارس عليها تزمته الشديد جدا 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 في كل حاجة. وانا عارف الهادين المتزمتين دول. ده حقيقي في كل حاجة، وهقول لك وده المقصود النهاردة باختيارنا. أكتر ناس تخوف جدا، بس هقول لك بقى ايه اللي حصل، وده سبب اختيارنا للقصه النهارده، انه تزمته الشديد ده خلق طبعا قسوه بينهم في المعامله. انه على قد ما هو بيحبها جدا وبيعشق تراب رجلين زوجته، وهي كمان بتحبه، ولكن التزمت ده خلق قسوه. فكانت نواره بتشتكي لصفيه بنت خالتها باستمرار عن القسوه والتزمت، وان انا مخنوقه ما فيش نفس وما بخرجش وما اعرفش حاجه عن اهلي وكل حاجه. فقالت لها انا خلاص انا شايفه انه الطلاق هو الحل، انا مش سعيده وهو مش سعيد، فنتطلق بقى. قالت لها تتطلقي ليه؟ احنا نشوف غلطه، الغلطه دي هي اللي تخليكي سعيده. قالت لها ازاي غلطه وتخليني سعيده؟ وهنا صفيه مارست نوع من انواع الدهاء مش الذكاء، وعملت خطه بان هي قالت لنواره تعملي نفسك رايحه تزوري حد من الجيران، وانا هاجي اليوم ده ازورك، وتسيبينا انا ونجيب لوحدنا، وهو اول ما يتودد لي او يعكسني تدخلي علينا. قال يعني انت ايه اكتشفتي خيانته لزوجك. عملت الخطه واستسلمت نواره لصفيه بنت خالتها، وعملوا الخطه ونجحت. مش بس نجحت، ده نجحت نجاح مبهر لدرجه ان خلت الاسد اللي هو نجيب زي اسم القصه قط او قط. ليه؟ لأن هو فضل يتأسف لنواره، لأن هو مش عايز يبان إن هو غلطان، ولا قادر يبان لمجتمعه أو لأسرته إن هو غلطان، لأنه متزمت وملتزم، وفي نفس الوقت بيحبها. فضل يترجى فيها مرات طويلة إن هي تقبل أسفه، رفضت أسفه، أصرت على الطلاق، في حين إنها ما رضيتش تقول السبب الرئيسي، فبانت في عين نجيب إنها زوجة مثالية، إنها ما رضيتش تفضحني قدام أهلي وأهلها، فتمسك بيها أكتر وقال لها أبداً مش هطلقك، مفيش زيك في الدنيا ولا جي بعدك. وافقت نجيب، وافقت نوارة بشروط. قالت له هرجع لك بس بشرط تلتزم أكتر إن أنت ما تخنيش، وتكون مش عارفة تقبل الوظيفة الفلانية وتعمل كذا. لما هو سمع إرشاداتها
بقى معاه عربية ملاكي، بقى معاه شقة في القاهرة وشقة في اسكندرية. ونجيب حاله اتغير واتطور من التزمت الشديد في كل حاجة إلى أنه بقى في إيد نوارة زي العجينة اللينة. بس هما الاثنين غلطانين طبعا 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 غلطانين، وده المقصود ان احنا اخترنا القصه حتى دي. هو لو اتغير اتغير على اسس كاذبه، ده حقيقي كذبة. وخلي بالك اتغير مش مش يعني اتغير بالنسبه لي كده هي اللي خانته، خانته وحاجه تانية تحس انه مكسور، مش التغيير اللي احنا كنا نتمنى من الناس جواه. لا هو بكسره انه على راسي بطحه زي ما بيقولوا بالعاميه. المقصود بالقصه انه في انواع مهمه جدا يا شريف احنا محتاجينها، وهي نوع الذكاء اللي نستخدمه. يعني ما اكثر دلوقتي الجروبات الموجوده على السوشيال ميديا او على الابلكيشنز اللي بين السيدات او بين الشباب، ويقولوا لبعض حيل عشان العلاقات تنجح او يهربوا من العلاقات دي، بحيل تبان انها ذكيه. لكن في فرق ما بين الذكاء اللي هو الداهيه اللي هو فيه شر وفي خطط وحشه، وفي فرق ما بين الذكاء المطلوب. مطلوب طبعا ان تكون السيدات والزوجات والبنات انهم يكون عندهم ذكاء اجتماعي محمود، يعني ايه؟ يعني مقبول، ما يكونش فيه الشر ده. هي كانت تقدر بصبر تخلي جوزها بذكاء عاطفي يتغير. يعني في مثل دايما يقول لك ايه، نقطه الحنيه او المحبه الحقيقيه لو كل يوم بتنقط على صخره تحفر جوه الصخره. هي ما صبرتش وخلت للاسف صفية بنت خالتها تعمل الخطه الشريره دي. وده اللي انا نفسي النهارده احنا نقوله في البرنامج، انه في انواع كتيره من الذكاء، اهمهم انه انا ازاي ابقى ذكي، مش بالشهادات ولا بالتعليم ولا كورسات ولا اي حاجه، بس اكون واعي، عندي وعي ذاتي، تحكم ذاتي، متعاطف مع الاخرين. دول اهم اركان الذكاء. يعني انا واعيه الإناث، انا عارفه كويس قدراتي، متحكمه جدا في شهواتي وفي عواطفي وفي مشاعري، ورقم ثلاثه عارفه ازاي اتعاطف مع الناس. منين بنقول مثلا انه نجم زي عمرو دياب هو رقم واحد على طول، او هو على طول في الصداره او كده؟ لان هو عنده ذكاء وظيفي ومهني مش ملحوظ، يعني مش قليل. عارف امتى يظهر امتى ما يظهرش، امتى يتكلم امتى ما يتكلمش، امتى اقول نقط ضعفي او ابين نقط قوتي واداري نقط ضعفي، وغيره كتير. يعني انا قلت مثل جه على بالي، فمهم قوي ابقى عارفه البس ايه فين، اتكلم ازاي وامتى. في حاجه اسمها ذكاء لفظي. ذكاء لفظي يعني استخدام الفاظ معينه تاثر على اللي قدامي. بتفرق قوي جدا، تأثر على قدامي بالسلب وبالإيجاب وبكل حاجة. في نوع تاني ذكاء، احنا قلنا ذكاء وظيفي وقلنا ذكاء لفظي. ذكاء العاطفي والاجتماعي هم دول المطلوبين، مهمين قوي قوي من بنات وشباب هذا الجيل وهذا العصر، انه يكون عندهم ذكاء اجتماعي. بمعنى انا ذكي مع مديري، ذكي مع زمايلي، ذكي مع قرايبي او جيراني. ازاي ذكي؟ ان انا اولا يكون لساني طيب مع الكل وغير منافق. مش معنى أنا لساني طيب أنا منافق أبدا، ولا كمان الذكاء الاجتماعي أو العاطفي ده أني أخلي زوجي أو زوجتي أبتزهم عاطفيا. بالعكس، أقول كلام حلو، أعرف أمتص عصبية. موضوع الابتزاز ده شيء قميء قوي جدا. ما هو ده اللي حصل في القصة بتاعتنا النهارده، ده شبه يعني ده يعتبر ابتزاز عاطفي. ابتزاز وخيانة وكل حاجة وحشة طبعا. جدا جدا، كل الصفات الوحشة في الاتنين، ده حقيقي. ودي حاجة برضو تخلينا معلش كده، دايما الشخصيات المتزمته انا بخاف منهم، لان هم بيبقوا عندهم كبت في حاجات معينه، ما بيصدقوا يمتلكوا حد او يسيطروا على حد عشان يطلعوا الكبت ده عليه. صحيح، فهم اخطر انواع الشخصيات. وللاسف هم اوقات، هم ده مش عذر، بس بيجبروا الطرف الثاني زي ما حصل في القصه بتاعت النهارده، ان هم يلجأوا لحيل عشان يهربوا من السجن ده، سجن التزمت. هي برضه خليتها تتعامل كده على جوزها، دي وحشه قوي طبعا. يعني للاسف هي شخص، هي قصه خياليه، ولكن ما يمنعش انه اكيد موجوده في طبعا طبعا اكيد موجوده للاسف. فعشان كده احنا جايين نقول انه ده مش ذكاء، ده شر وده دهاء. وانه التطور اللي بيحصل دلوقتي حوالينا، انه في جروبات زي ما كنت بقول كتير، حد يدخل يقول مشكله فتبدا باقي السيدات والبنات يقولوا في خطط مرعبه. انا بتفرج على حاجات وانا ببقى فاتحه بقي ومبرقه، انه ده فعلا زي ما بيتقال ابليس بيسقف لهم. ده مش ذكاء، ده شر. وانت بتقولي دايما ابليس بيسقف لهم، دايما تحسي ان ابليس بيحاول، ربنا يكفينا شره،
ان هو يفكفك الاسر. صحيح. يعني خطته دايما الماكره انه اما تبقى اسره عايشه في سعاده ان هو يخلق جواهم شر او يولع حرايق عشان يعني فاهمه قصدي طبعا. ايوه فاهمك طبعا. في كتاب عظيم جدا اسمه الاذكياء لكاتب عراقي كان في العصر الخامس او السادس الهجري، كتاب حلو قوي اللي اسمه ابي فارج الجوزي، كان بيتكلم عن الفرق ما بين الفهم والذكاء والعقل واستخدامهم. نفسي الناس تبص عليه وتقراه، كتاب قديم مش جديد، ممكن مره نتكلم عنه. اه طبعا ان شاء الله. فهو بس لغته العربيه شديده شويه، انت هتسهلينا، هنحاول اه نبسطه. وحاجه تانية مهمه قوي عايزين نقولها، انه الست الذكيه هي اكتر ست مغريه واكتر ست مطلوبه للحياه والاستقرار. يعني مش من السهل انا عارفه ان احنا نتحكم في عواطفنا، ولكن ده محتاج ذكاء. انه لو يعني في كابل، انا مش عايز اقول اسمه، من الناس المشهوره او المشاهير، انفصلوا. إن لما انفصلوا الزوجه طلعت قالت اسباب الانفصال، الخيانه والغدر ومش عارفه ايه، عشان تعفي عن نفسها قدام الناس انه انا مش غلطانه، انا كويسه، وتعاطفوا معايا، وفلان ده وحش عايزه اجرح فيه. لكن ده مش ذكاء، مش ذكاء ان انا اطلع حتى على السوشيال ميديا خصومه بيني وبين شريف لو زميلي، لو صديق ليا ما لقحش كلام، ده مش ذكاء. عشان بعد فتره انت تختار الباتلز بتاعتك، انت تختار المعارك بتاعتك، ده برضو نوع من الذكاء مهم جدا. انت قلتي انت بتتكلمي حاجه مهمه قوي، الست المغريه هي ست ذكيه جدا. يعني بيتقال عليها بالبلدي تعشش، لانها عارفه تحتوي جوزها، عارفه تاخد طلباتها منه، عارفه امتى يطلع الحته الحنيه اللي فيه وامتى يبقى قاسي شويه. ست ذكيه تعمر، وعلى فكره والراجل الذكي. بس انا ليه بقول ست الذكيه؟ لان الست هي العمود الرئيسي لكل صح. بيت وكل مجتمع. معاكي جدا 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 جدا. انا عايز اسالك سؤال، بتنقي القصص اللي بنقولها والكتب ازاي على الاساس؟ لان دايما بحس ان انت منقيه حاجات لايقين قوي مع مشاهدين بتوعنا، فعايز اعرف ده وصلتي ازاي بسرعه كده؟ انت طبعا ذكيه جدا. يقال عني اني ذكيه اجتماعيا ولكني غير ذكيه عاطفيا. ريحي نفسك. العاطفه دي بديناها في ضحك يا شيخه. لا يعني عرفت ازاي تفهمي المشاهدين بتوعنا؟ بتشوفي التعليقات اللي بتجيلك على الفيسبوك؟ بص انا لسه دي كانت اجابتي. اولا انا بحب اذاكر شغلي جدا، ومذاكره الشغل مش اكاديميه، يعني بحب اشوف الكومنتس واعرف الستات اكتر ولا لا. وهقول لك على سر، بدخل على بروفايلاتهم عشان اعرف الناس الباك جراوند الاجتماعيه بتاعتهم ايه. وكمان حاجه تانية مهمه قوي، انه انا اوقات بختار القصه على اساس الترند، بس مش الترند اللي هو نفس القماشه، يعني ستات ورجاله وخناقات الستات والرجاله على السوشيال ميديا وفي الجروب زي ما بقول لك. فبحاول اختار الحاجه المين اللي تخلص الخناقه دي ايه، انه احنا نكون فاهمين بعض اكتر، احنا نعمل توعيه، بما انه البرنامج بيتفرج عليه الفئه الاكثر سيدات، انه خليكوا اذكياء. ست لو ذكيه هتريح نفسها وهتريح اللي حواليها بجد. صح 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 صح. بشكرك. انا اللي بشكرك. شرفتينا نورتيناك العاده وساعتك الحلوه ده. بشكرك جدا. ميرسي. الاسبوع الجاي ان شاء الله. وانت طيب. شكرا ايناس ثروت على وجودها معانا النهارده. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع استاذ ايهاب وكيم. خليكم على لو سمحتوا. هنتكلم عن حاجه لذيذه قوي، بس خلينا كده نرحب الاول باستاذ ايهاب وكيم اللي مشرفنا النهارده ومنورنا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك شن. احنا هنتكلم عن اللعب. اه اللعب اللي هو المرح. المرح واللعب من اول يوم في الطفوله لحد سننا كده. اقول الشخشيخه. واقول الشخشيخه صح. آه. طب احكي لي بقى. يعني في حد اسمه شيلر كان بيقول ان الانسان بيبقى انسان لما بيلعب. والحقيقه ان احنا في مجتمعنا احيانا بنستهون بموضوع اللعب ده، وبنتكسف لو في عمر كبير، واحيانا اللي هو ايه بتخلص من العيل، يعني اللي هو او يخش اوضته ويتلهي
أولا ده الوقت اللي أنا هستريح فيه منه، لكن لما نفهم إن اللعب ده في السنوات الأولانية لحد يمكن 12 سنة قد إيه مهم للطفل ولينا، هنبتدي نعرف إن إحنا لازم نهتم بيه ونتابع التطور بتاع نوع الألعاب اللي بيلعبها من سنة للتانية وبتفيده في إيه وبتخليه إزاي يتحرك وإزاي يفكر. فده يعني موضوع شوية واسع قوي ومحتاج عناية من الأهل، علشان كمان مش بس الولد يخرج من المرحلة دي بالحاجات اللي احنا هنقولها، هما كمان يبقى ما بينهم وبين الولد في عشرة وفي حاجات يفتكروها مع بعض وفي حاجات يقول له فاكر أنا كنت بعلمك ده، لأن بتدور الأيام وبعدين الولاد بيفتكروا كل حاجة على فكرة. بس حضرتك قلت من 1 لـ 12؟ ده تقريبا السن اللي هو بيكتسبوا فيه خبرات، وبعدين بقى بعد كده بيبقى اللعب يا اما احترافي يا اما. يعني ايه الطفل يكتسب خبرات من اللعب؟ كويس. الطفل اساسا على ما بيبتدي يلعب وهو بيبتدي اساسا من سن اقل من سنه، وخصوصا اقل من سنه بيحب يبقى يتفرج على الحاجات اللي بتدي موسيقى والوان صحيح. اوكي. في الفترة الأولانية مش هتصدق كل اللي ممكن يحصل للطفل في الفترة الأولانية من عمره من الحاجات اللي ممكن يكتسبها. أولا هو بيبقى بيدور على المرح ويدور على السعادة. تاني حاجة الألعاب اللي هو بيلعبها دي بتخليه يتطور سواء ذهنيا أو نفسيا حركيا اجتماعيا. ازاي بقى؟ أول حاجة بتعلمه بداية الصبر، على أساس إن هو هيبتدي يلعب بحاجة ولازم يشوف هيعمل فيها إيه ويكملها. كمان بيتعلم إن يكون عنده هدف، إن أنا عايز أخلص اللعبة دي وإن أنا عايز أنجز الحاجة اللي فيها. بيتعلم في المشوار ده إزاي يكتسب خبرات، لأن هو أنت لو اديت الطفل اللعبة مرتين تلاتة هتلاقيه كل مرة بيعملها أسرع وكل مرة بيعملها أتقن. صح. بيتعامل مع الآخرين لما يبتدي يكبر شوية كده وفي 3 4 سنين يبتدي يخشوا ناس معاه، بيتعامل إزاي إن هو يتعامل مع الآخرين، إن هو يقبل إن في فكر مختلف عنه. بيتعلم إزاي إن هو يبقى عنده دايما بيبص على نهاية الحاجة بطريقة صحية. ان هو ياخد خبرات تراكمية، ان هو يشوف اذا كان سلوكه مقبول او بيعمل سلوك غير مقبول، خصوصا لما يبتدي يتعاون مع الاخرين. بيتنمى عنده الذكاء الحركي والذكاء السمعي والموسيقي. يمكن عشان كده بنقول دايما لازم نراقب ولادنا في سن معين ونشوفهم رد فعلهم ايه مع الالعاب ومعانا، عشان ندرك الولاد دول ممكن يبقى عندهم توحد، عندهم طبعا يعني بعض الحاجات اللي زي كده. متابعتنا للالعاب بتاعتهم ومتابعتنا اثناء اللعب واللعب معاهم بيخلينا نكتشف حاجات زي ما انت قلتها، مثلا لو عنده توحد او لو عنده ضعف في السمع او في النظر او عنده مثلا عمى الوان، يعني بنعرف لكن في المشوار كمان بيتنمى عنده حاجات كتيره جدا، وده اللي هنتكلم فيها في الوقت الصغير اللي احنا هنقوله ده، ازاي في الاعمار لحد سن 12 سنه مهم جدا ان احنا نكون متابعين العاب الاولاد. هل في طريقه معينه نختار اللعبة اللي احنا هنقدمها للأطفال؟ لحد سن 4 سنين ممكن انت تختار، من سن 5 لـ 6 لازم هم يبتدوا يختاروا. يعني 5 وطالع طبعا. لكن في المراحل الأولانية اللي هي أول مرحلة بيسموها مرحلة الاستكشاف، بيبقى الطفل اللي هو قبل ما يتم سنة بيستكشف الحاجات. فنديله ألعاب متنوعة مختلفة. والألعاب كلها لازم يحطها في بقه. ويعضعضها. ويعصرها ويفعصها ويرميها ونجيبها له تاني ويرجع يرميها. دي المرحلة الاستكشاف دي اللي هو بيشوف الدنيا المحيطة بيه. طبعا أهم حاجة بالنسبة لنا هنا كأهل إن احنا نحافظ على نظافة الحاجات دي اللي بنديها. بعد 6 نسيبه يختار لأنه هيبقى اكتشف قدراته أو مواهبه أو بالظبط الحاجات اللي بيحبها. المرحلة اللي بعد الاستكشاف بيسموها مرحلة الانفراد.
ده سنة من سن كام؟ من سن سنتين وشوية وطالع كده، بيبتدي هو بقى إيه ينفرد بنفسه ويبقى لوحده، ويبتدي بقى يعني يدور على حاجات ينزل الأدراج ويفضي الصناديق. طيب. ويروح يبص على الكهرباء ويحط. يمكن في الفترة دي في ممكن تلاقي من سن 6 7 سنين ولاد بيحبوا يلعبوا بألعاب البنات، وبنات تمام. بيحبوا يلعبوا العاب الولاد، تلاقي ولد عنده 6 7 سنين عايز عروسه يقعد يصرح لها شهرها، بنت عايزه عربيه ومسدس، ده ينم على ايه؟ هل ده ناقوس خطر؟ هل ده عادي؟ لا. مش عادي؟ لا، احنا يعني لما نيجي المرحله بتاعت الست 7 سنين دي ممكن نقول ايه سببها. ماشي. لكن أوكي. المرحله بعد، احنا قلنا مرحله الاستكشاف، وبعدين مرحله الانفراد، بعدين مرحلة التوازي. مرحلة التوازي ده العمر اللي هو بيبتدي يكون عنده أصحاب قاعدين معاه يلعبوا مع بعض. لا، ما بيلعبوش مع بعض خالص، كل واحد لوحده، كل واحد لوحده، وكل واحد ملوش دعوة خالص باللي جنبه. بنيجي بعد كده لمرحلة الاتصال، يبتدوا بقى المجموعة دي تبتدي تشتغل مع بعض أو تلعب ضد بعض، وهنا بيبقى فيه شوية مشاكل بقى. يعني بيبقوا ممكن يغيروا من بعض، يأذوا بعض، يتخانقوا، يشدوا مع بعض، يزعقوا. ودي طبعا أنا يعني بقول للأهل ما تدخلوش نفسكم فيها، سيبوهم. سيبوهم، يعني هم عارف اللي هو بيقول لك بيعملوها العيال ويقع فيها الكبار، يعني دي مرحلة عادي جدا. المرحلة بعد كده اللي مرحلة التعاون، إن احنا نبتدي نخش في ان احنا نتعاون مع بعض كمجموعه. والمرحله دي كمان بيتعرض فيها الطفل لان هو يبتدي يفهم ان في قوانين ويجب الالتزام بيها في الحياه. مثلا انا بعلمه الشطرنج، الشطرنج ليه قوانين وقواعد، صحيح. فيبتدي يبقى واعي ان حتى الالعاب وحتى الحياه ليها قوانين وقواعد ما ينفعش احيد عنها او ان انا ما اتبعهاش. اوكي، كده احنا وصلنا لسن كام؟ لا، احنا كده شرحنا التفصيل. لكن لما نخش زي ما قلنا في اول سنه ان هو بيحب يحط الحاجه في بقه ويكتشفها، نيجي من السنه الثانيه هو بيحب يخش في الحاجات اللي فيها شويه تفريغ، يحط زي ما تشوف الولاد على سن سنتين كده قاعدين على البحر عمالين يجيبوا الرمل من الجردل وبعدين يرجع يكب الرمل تاني. انا لسه بعمل كده. ايه لسه بتعمل؟ اوكي. الحقيقه انا بستمتع جدا وبقعد اتفرج، ويعني هو بياخدوني بيشدوني يعني. أيوة. بالبراءه وبالاستكشاف اللي هم بيعملوه. أوكي. من سن 3 سنين بيحب يخش في المكعبات. مكعبات وشويه البازل، شويه الطيارات، الحاجات دي على سن 4 سنين يحب يشوف ازاي ممكن لو جبت له عربيه يقعد يركبها، لو جبت له طياره يقعد يظبطها. من سن 5 سنين و6 سنين بيبتدوا يخشوا في الحته بتاعت بدايه اتقان بعض الالعاب اللي بيلعبوها، ويبتدي يشوف، نبتدي نكتشف مواهبهم. وده زي ما قلت لك ده السن اللي لازم ابتدي اسمح فيه للطفل بان هو اللي ينقي اللعبه بتاعته. اوكي. من بعد كده بيخشوا في الحته بتاعت، طبعا للاسف ان احنا لما نخش في حته المدرسه والتعليم شويه الموضوع ده بيقل، لان ما بيبقاش عندهم مساحه كبيره للعب، وبيخشوا في حته الدراسه ولازم يذاكروا وما تضيعش وقتك باللعب، وده بنسمعها كتير جدا من الاهل الاولاد. سيب اللي في ايدك ده، بطل لعب، خش ذاكر، مفيش وقت تلعب، يا تنام يا تاكل يا تدرس يا تذاكر. فطبعا ده بيحصرهم جدا، وابتدي يحد في خيالهم وابتكارهم ووعيهم بكل الالعاب اللي موجوده في الحياه. اوكي. طب هنستاذنك هنسمع اغنيه شور. فاصل ونرجع نكمل. بعد ما نرجع هنتكلم في ايه بالظبط؟ بعد ما نرجع هنتكلم بالظبط ازاي ان الالعاب دي مهمة جدا لخيال وابتكار الطفل. وبعدين ندخل على سننا احنا ونقول ازاي هي مهمة كمان لينا. يعني انا بحب اروح الملاهي كمان جدا. آه. يلا هنسمع حاجة لست شادية. يلا بينا. الله يرحمها. يلا وبعديها ان راح منك يا عين. آه. هيروح من قلبي فين؟ ده القلب يحب 10 ما يحبش مرتين. نسمعها بقى كده فاصل، بعد الفاصل نرجع مرة تانية مع استاذ ايهاب وكيم. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا. We'll be right back.
من قلبي فيه يروح منك يا عين يروح من قلبي فيه ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحب بنتكلم عن اللعب في حياتنا من اول لما نتولد واحنا عمرنا يعني شهور او سنه لغايه بقى الى ما لا نهايه. صح. يمكن قبل الفاصل اتكلمنا عن من سنه لست سنين. تمام. بالتفصيل اكتر. بالزبط. ودي مرحله عمريه اساس وبيبني عليها حاجات كتيره. دلوقتي احنا بنتكلم عن اي مرحله؟ المرحله اللي من 6 لحد 12 وان كانت متجزاه لكذا مرحله بس عشان الوقت ما المراحل دي مهمه جدا لان بيبتدي بقى يتقن اذا كان بيتمرن على اله او اذا كان منضم الفريق او اذا كان بيمارس رياضه احترافيه يبتدي يخش في التنافس ان احنا بنشيل الالعاب من الاولاد بنخلق يعني بنخنق جواهم القدره على ان هو يبقى عنده تحدي ان هو على ان هو يبتكر على ان هو ازاي يشوف حلول وتبقى عنده قدره على المناوره في المشاكل اللي جاية في حياته بعد كده. فاللعب في حياة الأطفال ولحد ما نوصل لسن كبير مهم جدا لأن ده بيطلع له عضلات ذهنية بدنية فكريا اجتماعيا نفسيا عشان يقدر بعد كده يواجه بيها الحاجات اللي هتقابله لما يكبر. صحيح. احنا بالنسبه لنا احنا بعد كده الاعمار يعني وعمرنا احنا طبعا لازم يكون كل واحد فينا عنده حاجه بيقدر يمارسها. في دلوقتي البادل اللي معظم الناس بتلعبها لانها مش محتاجه يعني فتنس كتيره لسننا. تلاقي ناس بتلعب استيميشن بتلعب شطرنج ترنيب الحاجات دي محتاجه ان انا كمان بشجع السيدات معلش سوري انا قطعت الكلام بشجع السيدات ان هم يلاقوا نفسهم حاجة يتسلوا بيها ويتشبعوا بيها لأن احنا السيدات عندنا أول ما بتبتدي تتجوز وتخلف للأسف الحياة بتعصرها ومبقاش عندها مساحة تهتم قوي بنفسها وإنها يكون عندها حاجة تقدر تطلع طاقتها فيها لأن هو فعلا اللعب هو طاقة عشان امرح وانبسط. صحيح احنا احيانا بنحولها لخناقه وبنخش في حتت بقى التعصب في بعض الرياضات لكن هي مش ده الهدف خالص. بالنسبه لنا احنا محتاجين زي ما قلت لك الانسان لا يكون انسان الا ما يلعب. محتاجين ان احنا نقضي وقت طبعا بدون ما يجي على حساب حاجات كتيره لكن في نفس الوقت ما ينفعش يبقى صفر. لازم يكون عندنا وقت بنسلي فيه نفسنا. اوكي. طب معلش هرجع للجزئيه اللي سالتك فيها. لو
حسينا ان الولاد في سن معين بيحبوا لعب البنات والبنات بتحب لعب الولاد. تمام. ده ناقوس خطر، ده عادي، ده مش عادي في السن الصغير. في السن الصغير اللي هو قبل 12 او 9 و7 بيبقى تقليد. في لعب تقليد او في لعب غيره، يعني وانا عايز اشوف احس بده واحس بده. لكن هو من سن 12 ل 20 هو السن البحث عن الهويه. هو ده لما نبتدي بقى عنده 13 او 14 سنه او 15 سنه بيقول اللي انت بتقوله ده، لا هنا لازم نخلي بالنا الدنيا رايحه فين. لكن الولاد بيحبوا يقلدوا بعض، بيحبوا يغيظوا بعض، بيحبوا يتخانقوا مع بعض، بيحبوا ينافسوا بعض في سن لحد لما يبتدوا يتعاونوا مع بعض. ليه بقى الكبار ساعات بيكسفوا؟ يعني تلاقي ناس كبار، يعني انا في انا اغلبيه اللي قدي لا في حاجات انا بعملها ليها علاقه باللعب. اوكي. انا يعني بروح الملاهي مثلا، انا بحب اركب الالعاب جدا. خلاص. جدا وانا بصراحه يعني لا انا في ناس قدي لا استحاله يعملوا كده، يقول لك لا 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 ايه الهبل ده، لا احنا نتكسف، احنا نحرج، حاجات زي كده. ده صوره حطها جوانا المجتمع. المجتمع بالذات الرجاله، خلي بالك. يعني المجتمع حط مش قادر يفرق ما بين ان انا هقولها بالانجليزي وبعدين اقولها بالعربي، بين ان انا يبقى عندي سيلف كير، اهتمام بنفسي، او ان انا ابقى اناني سيلفشنس. اي حد بيهتم بنفسه شويه بيقولوا ده عليه اناني، ما بيهموش غير نفسه، ما بيهموش غيره، ده غلط اجتماعيا ودينيا. فبتلاقي نفسك انت لو اهتميت شويه بنفسك بقيت موصوم ان انت اجتماعيا مش كويس ودينيا مش كويس. فالصوره دي مش اقول لك امتى الموضوع يبقى كده. لو انا باخد نفسي من باخد بالي من نفسي عشان افضل محتفظ بده، ده قصه. لكن لو انا بملي نفسي عشان ادي اللي جنبي وادي الاخرين، هنا انا بعمل سيلف كير. لان انا لو فضلت ادي من غير ما انا املى نفسي، ما انا هاجي في وقت من الاوقات مش قادر. صحيح. مش قادر ادي التاني، خلاص بنشف، ببقى من جوه مفيش حاجه. فلكن لازم انا اعتني بنفسي. لو اعتنيت بنفسي عشان افضل محتفظ بده، هنا بتقلب انانيه، وهي هنا تقلب اجتماعيا وروحيا مش مظبوط. لكن لو انا بنمي نفسي عشان ادي الاخرين، اوكي. انا عملت كده مع بنتي في تقريبا من 6 7 سنين، وكانت هي سنه بتخاف من الالعاب دي، وكنا بره مصر، واتفقت معاها ونقينا اخطر 5 العاب ممكن تلعبهم ولعبناهم مع بعض. انا عملت كده مع اهلي. وجنان بقى، مش قادر احكي لك سبيخ وجنان. الموضوع بسيط، وهي لحد النهارده بتفتكر ازاي انها كسرت الموضوع ده معايا. صوت يا نهار ابيض، صوت مين ده؟ انا لميت عليا، ده انا لميت عليا، وبقى ندهت كل الناس اللي في السماء اللي ممكن يساعدوني. بس حلو، يعني جميله، وانا بحب الحاجات دي، وبحب استمتع، وبحب العب بالحاجات الرياضه عشان نملى نفسنا ندي الاخرين. ربنا يديك الصحه. ميرسي. اشكرك، وانت كمان نورتني كالعاده. اشكرك. بشكر الاستاذ ايهاب وكيم على وجوده معانا النهارده، واتمنى تكون اتبسطت عندنا النهارده. نشوفكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.